انطلقت الأربعاء بالجزائر فعاليات المائدة المستديرة الاقتصاد الإبداعي الشامل المنعقدة في إطار تظاهرة الأيام الإبداعية الأفريقية 2024 التي تحتضنها الجزائر من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري. وأشرفت وزيرة الثقافة الجزائرية سوريا ملوجي على افتتاح التظاهرة التي تشهد مشاركة رفيعة لوزراء ثقافة 15 دولة أفريقية وممثلين عن 50 دولة بالإضافة إلى هيئات إقليمية وقارية. هذه التظاهرة هي تنظمها الدولة الجزائرية بالتنسيق مع هيئات إفريقية رفيعة المستوى، من بينها مفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، إضافة إلى أمانة المنطقة التجارية الحرة الإفريقية. يحضر هذه الفعاليات ما يزيد عن 50 دولة، إضافة إلى حضور رفيع لوزراء الثقافة وممثلين بمستوى أيضا وبتمثيل وزاري من تقريبا 15 دولة. الفعاليات ستشمل العديد من المجالات والصناعات الإبداعية، ستكون فرصة للتشبيك بين المبدعين الأفارقة وبحث سبل تطوير الصناعة الثقافية والإبداعية في الدول الإفريقية لجعلها أحد روافد الاقتصاد في الدول الإفريقية كما هو الحال في مختلف الدول المتطورة.